بعد العيد رنوا علي حكوني مبروك من حلحلة. ما شاء الله. طلع لها جابت فوق 90%. ما شاء الله. طلع لها منحة 3 سنين في مدارس الذكاء. في مدارس الذكاء. أهلا وسهلا فيكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج الذكاء، ومستمرين في سلسلة لقاءاتنا مع أولياء أمور الطلبة والطلبة المميزين. اليوم إحنا في منزل الأخ والصديق أكيد الرائع والد حلا، ومعنا راح تكون والدتها معلمة في المدارس الحكومية. الست العزيزة نتعرف عليك في البداية. رانيا عمر أم كمال. ست رانيا أهلا وسهلا فيك أم كمال. وحلا البطلة أهلا وسهلا فيك أميرة ما شاء الله عليك الله يحميك. ست رانيا، بالبداية كيف اخترت روضة الأطفال المتميزين لحلا؟ والله هي كانت سبحان الله شغلة بالصدفة، يعني صارت مش صدفة، قدر ربنا يعني. كانت مسجلة في مدرسة حكومية، مسجلتها أنا في روضة المدرسة الحكومية، ومقبولة وأمورها تمام وإجراءاتها تمام، لحد ما خلص بدنا نداوم ضاي اليوم ويبلغون. كانت حالة كتير متحمسة، يعني كتير مشتاقة تصير طالبة مدرسة ما شاء الله. فآخر يوم بتصلوا فيه الإدارة بيحكوا لي حالة غير مقبولة رسميا بالمدرسة، لأنه ما معاها رقم وطني وجنسيتها مصرية يعني. فخلص والله أنا بصراحة يعني الموضوع هذا ألمني يعني نفسيا، إنه كيف ما يعني بنتي بعد ما قبلتوها تحكوا لها لا، خاصة هي متحمسة وهي الموضوع. متحمسة ما عرفتش حتى أبلغها، كيف بدي أبلغها؟ فسبحان الله إحنا جيران الروضة، رحنا نشوفها. الحمد لله كان فيها خصم ممتاز يعني في هذاك الوقت، يمكن ما تكرر، ولكن ما شاء الله كان من يعني من الأشياء اللي الحمد لله ربنا اختار لنا إياها. الخيرت فيما اختاره الله. الحمد لله. الخيرت فيما اختاره الله. طب نعم. كونك أنت معلمة، كيف شفتي الجانب التأسيس الأكاديمي عندهم؟ والله ما شاء الله، يعني أنا حلا فعليا ما كنت قادرة أتابعها المتابعة الصحيحة يعني، ولكن المدرسة كانت بتتابع أول بأول. ومن الأشياء اللي عجبتني بالمدرسة إنه كانت الإدارة أو يعني قسم الجودة من المدرسة يرن علينا يسألنا شو رأيكم مثلا بالمنهاج، شو رأيكم بالسرعة اللي في المدرسة، يعني إنه والله مدرسة اختيار جيد. والجودة لما ترن عليك تتأكد صحيح هذا، ويتقول لك لا إحنا حابين نعرف. طب في مشكلة بالإدارة، يقول لا والله ما شاء الله عليهم. في مشكلة في المعلومات، لا والله ما شاء الله عليهم. يقول لي طب المنهج، طب يعني الواحد يدور على شغلة يحكيها على عشان سبحان الله. ونروح للأميرة حلا. حلا كيف حالك؟ الحمد لله. انا وياك اصحاب صح؟ انت شفتيني بتخرج الروضة وبعدين راح تشوفيني بالمدرسة صح؟ راح نضلنا نصورك صور حلوة لانه انت حلوة وابتسامتك حلوة. كيف كانت الروضة؟ كويسة. حلوة؟ حبيت الروضة؟ طب اي احلى، العطلة ولا الدوام؟ دوام. دوام. بدك تروح على المدرسة؟ يا سلام. بس تروح على المدرسة هناك بدنا اياكي دائما متفوقين، جيبي علامات كلها فل. الله يحميك ويحفظك يا رب، ونشوفك دكتورة قد الدنيا إن شاء الله. ونرجع للست رانيا. وست رانيا كأكاديمية أنت ما شاء الله عليك وفيتي الموضوع وعطيت الموضوع حقه، لكننا نحكي عن المنحة اللي حصلت عليها حلا. اتصلوا فيكم، بلغوكم انه في امتحان منحه. اتصلوا فينا حكوا لنا في منحه مقدمه من المدارس الذكاء للطلاب المتميزين. وحال الحمد لله كانت الطلاب المتميزين بتقدروا تدرسوها، جهزوها عشان الامتحان. والله انا ما كان بصراحه عندي وقت كثير ادرسها هذاك اليوم. اجلت المنحه ودخلناها على الامتحان. بصراحه أنا كنت أحكي تجربة. يعني تجربة، والله أعلم نمر منها أو ما نمر منها. وإحنا دخلنا على المدرسة، قدمت الامتحان. أنا بصراحة كنت سامعة المدرسة وهي بتعطي بالتعليمات، يعني تعليمات الامتحان.
كنت أقول معقول حلا تفهم شو يعني امتحان، معقول حلا تعرف تحل من غير توجيهات ماما هون كذا، يعني أنا متعودة صحيح. إني أنا كأم يعني شوفي انتبهي هون اتطلق بالضبط أنبهها على بعض النقاط. طريقة إعطاء يعني أنا بصراحة كمعلمة أنا ما بدرسش صغار بدرس كبار، فمش متعودة كيف يعني أو ما بعرف صحيح. فطريقة إعطاء يعني الانستركشنز تبعون الامتحان حسيت إنه في حدا بيفهم جوا، يعني أمنت على بنتي الحمد وفعلا لله. امتحنت وطلعت من الامتحان حكت لي في ماما غلطت أنا حطيت يمكن رقم غلط، حكيت لها بسيطة وروحت على البيت. ما توقعت بصراحة إنه يرنوا علي بعديها بأسبوعين، كان إحنا برمضان بعد العيد رنوا علي حكولي مبروك منحة حلا ما شاء الله، طلع لها جابت فوق 90% ما شاء الله، وطلع لها منحة 3 سنين في مدارس الذكاء وتفضلي علينا عشان نتفاهم بالتفاصيل، وفعلا الحمد لله الحمد يعني لله رب العالمين. إدارة المدرسة استقبلتنا برضو بشكل رائع يعني، والله يعني يجزيهم الخير في كل شيء يعني الحمد لله. فعلا تفهمت كل شيء لحلا يعني الحمد كل لله شيء في مواضيع حلا يعني بصراحة الحمد لله، حتى يعني تعاونت قالت لي في أول الدوام رجعي رني احكي لي شو شخصية حلا، شو في شيء فيها يعني أنت بتحسيه بده اهتمام، حكيت لها يعني سبكتيني أنا بدي أحكي لك إنه شو الإشي اللي مثلا حاسة بشخصية حلا حابة إنهم يركزوا عليه. أيوة قالت لي شو بدك، قلت لها حلا بتحب تكون مميزة، عن جد بتحب تكون ما مميزة شاء الله. يعني حتى في البيت مثلا لو حكيت بدنا ننظف الغرف اليوم تحب غرفتها تكون رقم واحد يا سلام مثلا. فقالت لي إذا أول المدرسة رني علي عشان اختار لها المدرسة اللي تناسب هذا صحيح. الاتجاه عندها. حسيت الروضة أثرت شوي على شخصية حلا؟ أثرت تأثير إيجابي أو سلبي؟ هي صارت أجرأ إيجابيا ما شاء الله عليها، بس في جانب صغير كأنه بيعاملوهم بدلع شوي يعني لازم يشدوا عليهم شوي. أنا صارت تفكر إنه لما حد لما يطلع عليها بيعصب الله احنا والله لا يعني بنحبش بنحب يكون خليها تتدلل يعني الله فعليا المدرسه بتدلل، احنا ما بدناش الدلال هذا كله، لا تستاهل الدلال الله كل هالحلا هذا، لا الاميره حلا بتستاهل الله الدلال. يسعدك يا ربي كل احترام وتقدير، شاكرين لك وحسن استقبال اختي ميت اهلا وسهلا، ان شاء الله دائما بيتكم عامر وتشوفي حلا واخوانها في اعلى المراتب. الله يسعدك ان شاء الله، شكرا لك. شكرا وانتم ايضا متابعينا دائما نلقاكم على الخير وعلى المحبه، انتظرونا في لقاءات قادمه، نستودعكم الله. أكاديمية الذكاء للأذكياء.